كانت وصفة سكينة، اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير ديال البسبوسة بالكوكوم أو جوز الهند. بالنسبة لهاد البسبوسة هادي غادي نحتاجو 200 غرام ديال السكر سنيدة، غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزيت، 250 غرام ديال السميدة الرقيقة كتكون بحال هكا، وغادي نحتاجو 250 غرام ديال الكوكو، وغادي نحتاجو 3 البيضات وقشرة ديال الليمون معسل اللي سبق لي وخدمت معكم، غادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، ومعلقة كبيرة ديال العسل، وواحد 12 غرام ديال خميرة الحلوى. نبداو على بركة الله. غادي ناخدو دوك 3 البيضات، غادي نخدموهم مع شوية ديال الملحة، وغادي نزيدو عليهم السكر، صافي كنزيدو شوية ديال الملحة، وغادي نوضعو السكر سنيدة، غادي نخدموهم حتى كيندمجو مع بعض. وغادي نضيفو ديك قشرة ديال الليمون مهسل، كنقطعوها قطع صغيرة، كنخدمو البيض مع السكر مزيان حتى كدوب لينا هاديك السنيدة. صافي تنخدموه حتى كيولي الخليط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيدو عليه الزيت بشويه بشويه، نخلطو جيدا حتى كيندمج لينا الزيت مع البيض. صافي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نضيف هذيك المعلقه ديال العسل، اللي ما متوفرش عنده العسل ممكن تضيفوا معلقه ديال المربى ديال الليمون. ودابا غادي نضيف السميدة مع الخميرة، كنغربلوهم شوية بحال هكايا باش كيتحيدو لينا دوك الحبيبات ديال اللي تيكونو. صافي غادي نعاود نزيد السميد، هذا غادي نضيفو الكوكو، كندوزو هاد الجناب هادو باش ما كيبقاش باش يتخدم لينا كلشي.
صافي دابا غنضيفو ما تبقى من السميدة، وعاد غادي نزيدو الكوكو. الكوكو كنضيفو بشوية بشوية، عيدنا ميزاننا. المهم في المقادير كاينه 200 غرام على حساب السميد، كاين السميد اللي كيشرب وحتى الكوك اللي كاين الكوك اللي كيكون كيشرب. هاد 200 غرام انا ما غنديرش كامله، غادي نخلي منها واحد شويه. صافي دابا كنخدموا الخليط حتى كيندمج مع بعض. صافي هذا هو الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا. انا يا الكوكره ما درتوش كامل 250 غرام، ما درتهاش كامله، بقى لي منها واحد شويه، فكيبقى على حسب النوعيه ديال السميد والكوكو اللي كتخدموا به. دائما فاش كنديروا السميده الكوكو كنخليه هو الاول، كنضيفو بشويه بشويه. صافي القياس اللي غادي عيننا ميزانه. ودابا انا خديت هنايا الطاوه اللي فرشت فيها البابي سولفيغيزي، وغادي نوضع فيها هذا الخليط ديال البسبوسه. بعد ما كنسرح البسبوسه ديالي على القالب، دابا كناخذوا لي زاموند ايفيلي، كناخذوا لي زاموند او كوكاو ايفيلي، وكنرشوا به على الوجه ديال البسبوسه ديالتنا. وديجا كنكونوا شعلنا الفرن، كنسخنوه من قبل، حنا كنخدموا وكنشعلوا الفران قبل. صافي كنرشوا عليها بحال هكا كامله على الوجه ديالها. ودابا غادي ندخلها الفرن حتى كطيب ونطلقها. البسبوسه ديالتنا بعد ما كنخرجوها من الفرن، دابا كنسقيوها بالسيرو اللي كنحضروا من قبل. كنديروا كاسونس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الماء، وكنديروا قشور ديال الحامض او الفاني اللي بغينا. صافي وكنخليوه فوق النار حتى كيغلى، ومنين كنخرجوا الحلوه ديالتنا كنكبو عليها السيرو وهو دافي. صافي كنسقيوها كامله مزيان بهاد السيرو هذا. بعد ما كنسقيو البسبوسه ديالتنا بهذاك السيرو، كنخليوها تقريبا واحد الساعه حتى كتشرب هذاك السيرو مزيان، ونتلاقاو من بعد مع الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالتنا. بعد ما كتبرد كنقطعوها، كل واحد كيقطعها على حسب الذوق ديالو. نتمنى انها تروقكم وتنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوني تعليقاتكم، ديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بجديد ديال وصفات سكينه. بالصحه والراحه الى وصفه جديده ان شاء الله.